قد يختلف تعبير الشخص في إفصاحه عن حبه للوطن، غير أن البكاء يبقى أرقى درجات التعبير عن هذا الشعور. الصورة هنا تتكلم عن نفسها، واصفة مشاعر وحنين المرأة الجزائرية المقيمة في تركيا تجاه الوطن الأم. اللي ما عندش الوطن هو أكثر من الأم. الوطن اللي ما عندوش الخير في بلاده ما عندوش الخير في حتى حاجة، ما عندوش الخير في روحه. سي لا موند دي شوز، ديجا جدودنا ما باش ضحاو على الجزائر ومن بعد شكون نشوفوا هكا، حنا نقعدوا هكا ما نديروا والو، وما حنا تا اون بارتيسيب نديروا كاش حاجة هكا على جال بلادنا. يعني كان بالقليل وبارمي هاد الحوايج سي بيان الانتخاب الفوت، سي اقل حاجه الواحد لازم يؤدي الواجب الانتخابي تاعو، اقل حاجه نقدموها للجزائر. زغاريد كانت ام بكاء، ما هي الا تعابير تؤكد سمه الرابطه والانتماء للجزائر والاعتزاز بمقوماته الثقافية وتقاليده العريقة. فالمرأة الجزائرية لطالما أثبتت عبر التاريخ قدرتها الفعالة على المشاركة في كل المناسبات الوطنية وفي عدة مجالات. اليوم في الصباح قلت أنا اليوم ما نش رايحة نروح للخدمة، نروح أنا نفوطي جي غاطي دايوغ ما رحتش نخدم. تواصلوا معايا من عملي قالوا لي إذا ما أجيتيش راح تخصم لك ثلاث أيام. قلت لهم اليوم وطني يناديني، فثلاث أيام من راتبي لا تعني شيئا قدام الجزائر، يعني لا يهمني هذا. المشاركة الفعالة للمرأة في هذا الاستحقاق الرئاسي ترسخ الدور الحيوي الذي تلعبه في الحياة السياسية، وتبرز حجم إدراكها بأن التعبير عن رأيها في العملية الانتخابية سيعزز لا محالة من مكانتها ويزيد من تأثيرها في صنع القرار. مقيمين هنا في تركيا قال لازم يتقدموا يعني الانتخاب، يعني هذا واجب وطني، يعني حب الوطن يعني خلاني يعني نجي لهنا، يعني مسافة هي شوية بعيدة، يعني أنا مقيمة هنا في اسطنبول بصح لازم نجي، يعني حب الوطن يعني هذا الوطن ديالي يعني لازم نجي. حرائر الجزائر وسليلات لالة فاطمة سومر ما فتئن يثبتن في كل مرة أن تعميق الممارسة الديمقراطية في البلاد لا يسري إلا بمشاركتهن في العملية الديمقراطية، ليس فقط كحق مشروع بل كواجب وطني.